إذن التواصل يستمر مشاهدين الأعزاء متابعين الكرام في كل مكان، متابعي انطلاقات عاصمة الميادين. نأتي بكم إلى شوطنا الثاني عشر والخاص أيضا بأذلل المهجنات الأصائل من فئة الانتاج والمنتجين. على البركة نسير مشاهدين الأعزاء ومتابعين الكرام من خلال هذه المشاركة ومن خلال هذه المنافسة مباشرة مع المركز الأول والصدارة الأولى الهدة. سهيل بن حمد بن يطبع العامري يتقدم مع الهدة في المركز الأول وفي الصدارة الأولى، بينما المركز الثاني هذه وجود لسيف بن مبارك بن فاضل المزروعي يتقدم راعي وجود بأداء متميز وجميل. المركز الثالث وصلت في ثالث المراكز نيران حمد بن راشد بن سلطان بن عوش المنصوري خذ المركز الثالث، بينما المركز الرابع التقدم هنا من خلال منحاف حامد بن عبد الله بن سليم الدرعي وصل وخذ المركز الرابع. المركز الخامس وصول من حفلة خليفة بن سلطان بن رشيد السويدي يتقدم مع حفلة ويحتفل من خلال هذا الموسم من خلال هذه الإنجازات، بينما الوصول من نجود محمد بن سلطان بن مرخان خذت المركز السادس. المركز السابع أريام سعيد بن ضحي بخليفة الكعبي يقدم لنا أريام في سابع المراكز. المركز الثامن وصلت وضحة لمحمد بن مسر بالقوبع المنصوري في ثامن المراكز، بينما المركز التاسع يتقدم هناك أيضا مع التماس حمد بن محمد بن فهيد بن بيشان العجمي في تاسع المراكز. المركز العاشر خود لسالم بن سعيد بن سالم بن سنوت المحاربي يتقدم أحد شبابنا المبدعين سعيد بن سنوت المحاربي أبو طاهر ليقدم لنا خود في هذا الشوط، يذكرنا أيضا بأسماء قوية باليافل وبنت صغان وغيرها من الأسماء التي أيضا قادها هذا المضمر من خلال الإنجازات القوية. عودة إلى مقدمة الشوط، عودة إلى الصدارة الأولى، عودة إلى المركز الأول ليتقدمون أبناء مصانع الجنوب في مقدمة هذا الشوط. ومع الهدة سهيل بن حمد بن يطبع العامري يتقدم مع الهدة بالمركز الأول، هي في الصدارة وفي المركز الأول، بينما وجود سيب بن مبارك بن فاضل المزروعي يتقدم مع وجود ومع هذا الوجود وشعار الموج الأزرق يتقدم مشاهدين الأعزاء ومتابعين الكرام بهذا الأداء المتميز. وصلت نيران وإنجازات نيران لحمد بن راشد بن سلطان بن عوشة المنصوري، أيضا الوصول الدخول من منحاف حامد بن عبد الله بن سليم الدرعي خذت المركز الرابع وغيرت إلى المركز الثالث، عينها على ثاني المراكز. وصلت نجود لمحمد بن سلطان بن مرخان يتقدم مع نجود ويقدم لنا نجود في هذا الشوط بأداء متميز وجميل ما شاء الله وتبارك الله من خلال هذا الأداء. لكن الدخول انتصفت المسافة وبن بيشان يتقدم بن بيشان ليقدم لنا هذه الانطلاقة مشاهدينا الأعزاء متابعين الكرام بهذا الأداء المتميز والجميل. التماس حمد بن محمد بن فهيد بن بيشان العجمي، أريام أريام وصلت أريام ليتقدم سعيد بن ضحي بخليفة الكعبي، عادت نيران مرة أخرى لحمد بن راشد بن سلطان بن عوشة المنصوري، وصول من نجود محمد بن سلطان بن مرخان يتقدم، ولكن هنا أيضا القادمة وضحة محمد بن مسر بالقوبع المنصوري. وصلت خود سالم بن سعيد بن سنوت المحاربي يتقدم بخلال هذا الاسم مشاهدين الأعزاء. هذه العشر المراكز الأولى المتقدمة الباحثة عن الفوز والانتصار، الباحثة عن الأداء المتميز هنا مشاهدين الأعزاء ومتابعين الكرام. نعود إلى مقدمة الشوط، نعود إلى المركز الأول، نعود إلى الصدارة الأولى، نعود إلى المقدمة الأولى، إلى أيضا المنافسة القوية والتحدي المثير
الأخير. هذه هي الهدة، الهدة على المركز الأول، الهدة في الصدارة الأولى، الهدة في المركز الأول، الهدة تتقدم. هذه الأسماء مشاهدين الأعزاء متابعين الكرام، يتقدم أبناء مصانع الجنوب. السهيل بن حمد بن يطبع العامري يقدم لنا الهدة في هذا الانطلاق، بينما التماس حمد بن محمد بن فهيد بن بيشان العجمي يقدم لنا التماس المركز الثالث. هذه القادمة، هذه هي أيضا من حاف حامد بن عبد الله بن سليم الدرعي، خذ المركز الثالث. المركز الرابع حفلة خليفة بن سلطان بن رشيد السويدي يقدم الجديد، كل ما هو جديد يأتي مع بن رشيد. وصل بن سنوت، وصلت خود، وصلت خود وجماهيرها منذ سن الفطامين. يتواجد سالم بن سعيد بن سنوت المحاربي، خذت المركز الخامس. ولكن نجود محمد بن سلطان بن مرخان يتقدم الصعب ليقدم لنا نجود. وصلت جود، وصلت جود، وصلت وجود، وجود. وهناك ايضا الموج، الموج الازرق من السياج الخارجي مع وجود. سيف بن مبارك بن فاضل المزروعي تدخلت وضحى، وصول من وضحى. محمد بن مستر بالقوبع، نيران، نيران حمد بن راشد بن سلطان بن عوشه المنصوري يتقدم من خلال هذه المنافسة وهذا الأداء. أرى منولي حامد بن محمد بن سالمين العامري قادمة من المناطق الخلفية، ولكن لا نسبق الأحداث. الموقع، بدأنا نقترب من لوحة الكيلومتر الأخير. بدأت المنافسة، بدأت المنافسة، بدأت القوة، بدأت الإثارة. التماس، التماس بن بيشان وحفلة بن رشيد وخود بن سنوت، خود بن سنوت وضحى محمد بن مستر بالقوبع المنصور. الموج الازرق، الموج الازرق وصل، وصل مع ايضا وجود. سيف بن مبارك بن فاضل المزروعي يقدم لنا وجود، يقدم لنا وجود، يقدم لنا وجود. يا سلام يا بن فاضل، يا سلام يا بن فاضل. ولكن بن سنوت مع خود على المركز الاول، على الصدارة الاولى. وضحى في المركز الثاني، وضحى في المركز مركز ثاني. محمد بن مستر بالقوبع، الله الله. الموج الازرق بدا يتحرك، وبن مستر بدا يسير، ما شاء الله تبارك الله. هنا ايضا وجود، 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 وجود. وكأني اتذكر ختامي الشحانية في ليلة الخامس عشر من مارس حينما انتزعت الشلفة يتواجد الموج الازرق. تهانينا لصاحبة الشلفة في العام الماضي مع ايضا هذا الاسم. 12 دقيقة و18 ثانية. شكرا راعي الطيرة، شكرا عبد الله بن صالح. تهانينا للموج الازرق، تهانينا لسيف بن مبارك بن فاضل المزروعي، تهانينا لهالي سويحان كافة على هذا الفوز. المركز الثاني وضحى محمد بن مستر بالقوبع. المركز الثالث وصول من خود سالم بن سعيد بن سنوت المحاربي. والمركز الرابع وصول ودخول من الهدى سيف بن حمد بن يطبع العامري. والمركز الخامس، هناك ايضا تدخلت في المركز الخامس التماس محمد بن فهيد بن بيشان العجمي. تهانينا والناموس جود، وتأتي في الموسم الجديد. 9 دقائق 26 ثانية، وفاء وتماما وكمالا. شكرا عبد الله بن صالح راعي الطير العامري مضمر وجود. تهانينا لسيف بن مبارك بن فاضل المزروعي المركز الثاني. 9 دقائق 28 ثانية، 9 أجزاء من الثانية. وضحى، وضحى محمد بن مستر بالقوبع المنصوري. تهانينا والناموس على فوز وضحى، قدمت عرض رائع وجميل. شكرا يا الشاعر. المركز الثالث، 9 دقائق 29 ثانية، جزءا واحدا من الثانية. هي خود لسالم بن سعيد بن سنوت المحاربي. تهانينا لراعي حمله سعيد بن سنوت المحاربي على مشاركة خود في هذا اليوم.